السلام عليكم، اسعد الله صباحنا وصباحكم كل خيرات والمسرات. الساعه 10 ونص تقريبا الصباح اليوم الرابع في الكاميرون هايلاند. اخذنا 3 ليالي هنا ما شاء الله تبارك الله. اليوم احنا نازلين على مدينه ايبو في منتجع ذا هيفن، معناته الجنه ما شاء الله تبارك الله، وجدا حلو بالفعل. ان شاء الله حنا نسوي لكم تغطيات هناك في ذا هيفن. بس اليوم بس مرينا هنا اخر محل مرور الكرام، لانه ما ختمنا لسعينا، سمينا اجرو ماركت. هذا من اشهر المعالم الحين في كاميرون، لا يفوتكم. ما بين طالعين على مدينه رينشان، التذكرة رخيصة اعتقد ب 25 رينجت تقريبا للماليزي. عندهم حديقة الزهور، عندهم محل مزرعة الخروف، عندهم تمشيات حلوة، كوفي هناك في قمة الجبل، يجيب هناك كوفي ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي، sekarang saya berada di Agro Market Cameron Highland. Ini tempat baru ni. Bulan 4 hari tu dibuka. Beginilah keadaan dia. Parking saja pun luah dah. Oh, nak masuk dalam tak tahu lagu mana lah ni. الله الواح تبقى عليها ليه ولا 30 شقفه دورين، والحلو في القمه فوق تطلع الدرج. الله يعينكم من شوي من الدرج طلعت في مزرعه الخروف. ما شاء الله تبارك الله، والله محل كبير. هذه البدايه. طلع فوق اول مره نحن نجي، ترى اول مره. يلا باين انه طلعت كثير. الله يعين الله يعين الله يعين اللياقه. الله تنقي يوم تبقى. Allah, hari ni sekali lagi kena panjat tangga. Kita ada tangga ni, akan naik ke ni. السلام عليكم. الله تبارك الله، هذا اول مره دخلنا اجرو ماركت. ما شاء الله طلع انه هو مشكل زهور، كوفي، الخروف. ان شاء الله بنروح ان شاء الله بنلف. شوف الزهور وراكم، ناخذ جوله ان شاء الله. هنا الزهور، هنا ما شاء الله كل انواع الزهور ما شاء الله كبيره ما شاء الله، والله اكبر من اكبر المنتجعات هنا. بلانتيناف علي مصطفى اكبر من اللافندر، اكبر من اللافندر ما شاء الله تبارك الله. والله لا يفوتكم يا جماعه الخير كذا. الله اكبر الصوت فاني، لا حول ولا قوه الا بالله، روح سكالي تبعي. تبارك الله، صدقوني بعد كده خلاص انسوا اللافندر، صدقوني. شوفوا ما شاء الله يا جماعه الخير، هذه زهور ان الله. بعدين ما شاء الله فتح من عام، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا 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 شوف هذا المصور حقنا يوتيوبر، هذا خير الله رفيقنا في الطريق ما شاء الله، ما قصر ما شاء الله. والله حلو، لا يفوتكم يا جماعه الخير، والله انصحكم فيها. بعد كده خلاص مع السلامه لافندر. شوفوا الزهور وراكم، شوفوا الزهور هذه، شوفوا ما شاء الله. ايش هذا؟ ايش اللافندر هذا؟ قريب كمان، قريب من المدينه، يعني محتاج تدور مشوار مع الزحمه. لافندر والله من جد طيحه نصيحه، من جد فتح من الشهر هذه، السنه هذه، عن شهر 4 اول مره خشينا. والله عجبنا تصميم وترصيص وزهوه ومحل رائع جدا 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 رائع. والله هاي ني سكالي لاجي كنا panjat tangga. Hello tinggi yang tangga. والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. مكان جميل حلو مره. والله فنت بصراحة إبداع، ما شفت أجمل منها من هذه الحديقة في الكاميرا أو في أي مكان. والله ما شفت أجمل من هذه الحديقة طول عمري. شوف الفن هنا، تعال شوف هنا، شوف ورينا الفن، شوف الفن والإبداع، إبداع كيف يعني سبحان الله قدام عيونك. شوف قدام عيونك المحلات، خشها قدام عيونك مسوين حديقة. محمد أحلى حديقة في حياتي شفتها ما شاء الله. شوف العالم. Sekarang saya berada di ketinggian 15,000 kaki daripada aras laut. Rebi. Oh, tinggi juga. Lagi sekali kena merungkah tangga. Kita yes. Sampai juga di puncak 15,000 yes. Kaki daripada aras laut. Mia. Akhirnya, wasalna al-qimmah. Mia. Wasalna al-qimmah. Jamila. Kayf billah. يا سلام يا جماعة الخير، شوفوا يا جماعة الخير، هذا تقمت طب خلاص طب خلاص ما في أحلى من كذا. والله فن إبداع سبحان الله. بعدين شوف المقهى، شوف الكوفي، شوف المنظر، مواقف السيارات، باركينج، شوف العالم، شوف الطبيعة. يا سلام، هذه جنة سبحان الله، جنة الله في أرضه. تمام لا، سدح تريب kita berada di puncak sekali dan Allah tinggi ya. Tak tahulah berapa ribu kaki, ya. Rasa 15,000 kaki daripada arah laut. Ha, ini kita berada di rumah Gris. Sini ada Rabbit. Cuba sejarah tahtina kalau ingin nendah mahan. Oh,
Tunggu nih. Jadi kalau siapa-siapa nak datang sini kena stamina, kena kuat. Ya, nak kena buka tangga gini. Hari ni ramai sikit, okay. Sebab hari ni holiday. Haa, gitulah. Jadi saya nak turun dulu lah. Hari ni round trip, tengok bunga, tengok tempat-tempat baru lah. Ha, sini adalah tempat baru. Ada kitchen angin. Yang ni tak boleh pulang. Ha, ada macam-macam dalam ni. Ada tamir burung, ada tamir arnak. Ni biri-biri. Ada bunga, ada biri-biri, biri. Ha, ada macam-macam lah ada dalam ni. Memang tu tempat ni memang macam-macam ada dalam. Boleh main lah. Terwahidah, Masya Allah, kullah. Ha, di sini adalah taman burung. Burung kakak tua lah. Ada. Ada burung merak, ada. Okay, sudah on the way balik tu. Agro Market. Ha, ni tempat baru. Kalau siapa-siapa nak mencuba, nak try, boleh mari sini. Kalau duduk sini sehari pun puas hati lah. Ha, boleh kata, okay. Kalau mari, marilah kat Agro Market ni. Di kamera Highland. Memang puas hati. Sibu-sibu ada belakang lah sini. Ha, cuma tak boleh nak petik strawberry je lah. Nak petik strawberry tu pergi tempat lain. Haa.